اللامادي الذي اطلعت به الذي اطلع به ملوك الدولة العلوية منذ نشأة الدولة الشريفة. فنحن أولا سعداء بإشراك الجامعة، لأنها الجامعة هي الآن في دورها، في دورها في العلاقة مع المحيط السوسيو اقتصادي، في دورها بالتعريف بالتراث، في دورها بنشر الثقافة، وفي دورها لتصحيح. هذه الندوة تغطي في إطار الشراكة التي تجمع مؤسسة مولاي علي الشريف دفين مراكش بجامعة القاضي عياد، وفي إطار انفتاح جامعة القاضي عياد على محيطها السوسيو اقتصادي، تتناول موضوع المدد الروحي في العمق الإفريقي ودور الزوايا ودور ورعاية الدولة العلوية للزوايا الصوفية، تهدف إلى إبراز الريادة للمملكة المغربية الشريفة في العمق الإفريقي، في العمق الإفريقي الروحي، في العمق الإفريقي الروحية والدينية والثقافية، والإضافة إلى الأدوار الاقتصادية والسياسية. تبرز كذلك قيمة ودور الإمامة العظمى في المملكة المغربية الشريفة في رعاية وتوطيد هذه العلاقة في إفريقيا. تهدف بالأساس إلى تعريف الطلبة والشباب وعموم المواطنين بالأدوار الريادية للمملكة المغربية في توطيد هذا العمق الروحي، في توطيد الإسلام الاعتدال، إسلام التسامح، القيم الدينية ترتكز على التسامح والانفتاح والوسطية، وهذا برعاية إمارة المؤمنين، ولها دور أساسي، هذه القيم الروحية وتوطيدها لها دور أساسي في جعل المغرب في رباط مستمر لا ينقطع مع عمقه الإفريقي، بحيث أن هذه الأمور تندرج كذلك في إطار نوع من الدبلوماسية الروحية والدينية، والتي تجعل من المغرب بلدا له علاقات كنت أقول يحسد عليها مع دول إفريقيا ومع إفريقيا. شكرا. في مراكش هذا اللقاء اليوم هو ندوة صحفية من أجل إبراز والتعريف بالمرامي العلمية والفكرية لهذا الملتقى الروحي الدولي الأول لمولاي علي الشريف في مراكش. والأساس في هذه الندوة الصحفية هو إيصال رسالة أصيلة ومن منابعها الصافية لمدد المدد الروحي الذي مصدره هو بيت النبوة المتمثل في مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته الطاهرين المباركين. شكرا لكم.